أهلا بكم من جديد. قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أوامر بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات المشتركة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن وإحالته للتحقيق. وقد تولى الفريق فهد قيادة القوات المشتركة في اليمن منذ فبراير عام 2018 بعد أن شغل سابقا منصب قائد القوات البرية من إبريل 2017 حتى فبراير 2018 بالإضافة لمناصب عسكرية أخرى. وأشرف الفريق فهد بن تركي على معظم عمليات القوات السعودية داخل اليمن منذ بدء مهامه في القوات المشتركة، وكان عليه الإشراف على تمويل وتسليح القوات الحكومية اليمنية والتنسيق معها عسكريا. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فقد شملت الأوامر الملكية أيضا إعفاء نجل الفريق فهد نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي آل سعود من منصبه وإحالته للتحقيق. كما تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين بوزارة الدفاع وإحالتهم للتحقيق الذي ستتولاه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وتم تكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة في اليمن خلفا للفريق فهد بن تركي المقال. من جانبه قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال إن إقالة السعودية للفريق فهد بن تركي أمر جيد إن كانت لوقف الحرب في اليمن. وينضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح. الأسباب الحقيقية دكتور سعد لإقالة الفريق فهد بن تركي، ما هي من وجهة نظرك؟ أولا لا صحة لما قاله الحوثي أنها مقدمة لوقف الحرب في اليمن، ولا صحة الإشاعة التي تم تداولها أنه سبب أنه يقف أمام الإمارات وأنه يصطدم مع الإمارات عدة مرات ويريد ابن سلمان أن يريح الإمارات من هذا الاصطدام، ولا صحة لزعم وكالة الأنباء السعودية وزعم البيان الرسمي أنه السبب هو فساد. بالعكس، فهد بن تركي يعني كلهم يمارسون الفساد، لكن فهد تركي أقل السعود فسادا ومن المنشغلين بالناحية المهنية بوظيفته العسكرية، وهم من القلائل من السعود الذين أخذوا هذه المهمة بطريقة مهنية حقيقية، يعني تدرب تدريبا جيدا وقاد قوات الصاعقة ثم القوات البرية ثم القوات المشتركة. السبب الحقيقي هو ما تسرب لمحمد بن سلمان عن أنه ربما ما أنه يفكر أو يتحدث أو أنه بدت منه علامات أنه يريد أن يتمرد وأن يستفيد من نفوذه في الجيش. بالمناسبة ونفوذه ليس فقط في القوات التي في اليمن، له بنى صداقات قوية جدا مع الضباط في القوات البرية وفي القوات الصاعقة حينما، وكان له احترام وتقدير من الضباط. فخشي محمد بن سلمان أنه يكون الأداة التي تستخدمها الأسرة في التمرد عليه. لكن فكرة الانقلاب العسكري ألا ترى أنها مستبعدة داخل نظام كالنظام السعودي؟ لم نرى ذلك من قبل يعني بشكل أو بآخر، حتى من قبل قائد عسكري ليس يعني وزيرا للدفاع على الأقل. لا يا أنت ما تحتاج انقلاب عسكري في المملكة، ما تحتاج انقلاب على بالطريقة التقليدية، يعني احتلال الإذاعة والتلفزيون والمراكز الحساسة، ما تحتاج. كل ما يحتاجه أن يرسل قوة تطوق محمد بن سلمان ووالده وتنتهي المشكلة، لأن يعني محمد بن سلمان لا يريده أحد، لا في العائلة ولا في العلماء ولا في القبائل. اللحظة التي يمكن محاصرته ينتهي محمد بن سلمان. بل إن العائلة الحاكمة لو قام خمسة منهم أو عشرة منهم بإصدار بيان يرفضون فيه ولاية محمد بن سلمان لانتهى محمد بن سلمان، بسبب الرغبة الجامعة عند كل أطراف الشعب بالتخلص منه. فالقضية ليست انقلاب عسكري، القضية الجهد يقوم به عدد من الضباط والعسكريين في محاصرة محمد بن سلمان. فلذلك محمد بن سلمان خاف من ذلك وأبعده، خاصة أن فهد بن تركي لديه سبب آخر يدعوه إلى الحقد على محمد بن سلمان، أنه خطف أخاه سلطان بن تركي في 2016 وتبيه من فرنسا وخدعه أنه يرسل له طيارة إلى مصر، وإذا بالطيارة تهبط في الرياض وينتهي به المطاف في السجن، وتعرض له تعرض لما تعرض له بقية الأمراء من تعذيب وإذاء.
يعني اسمح لي دكتور، مثل هذه الإجراءات التي يقوم بها محمد بن سلمان، خصوصا اعتقال بعض الأمراء ثم بعض القادة العسكريين اتهامهم بالفساد، هل تعتقد أن هناك تراكم من الممكن أن يكون له وقع ما في لحظة ما على مستقبل محمد بن سلمان، أم أن هذا مستبعد؟ يعني هو وارد، والمفروض أصلا حصل هذا التراكم. التراكم حصل منذ 2017 حينما بدأت الحملة على الأمراء وعلى التجار وعلى الضباط وآخرين، وتبين محمد بن سلمان لا يكترث بأحد، لا بعالم ولا بشيخ قبيلة ولا بأمير، وتبين أن متعب بن عبد الله والوليد بن طلال وأولاد عبد الله وآخرون من أبناء من أحفاد عبد العزيز قد بصق في وجوههم، قد أهينوا، قد خلعت ثيابهم وجلدوا على يد سعود القحطاني والتركي آل الشيخ وآخرين. فالتراكم حصل، يعني الناس بالعكس مستغربين، الناس يستغربون لماذا تأخر هذا الأمر، بل إن الناس خرجوا باستنتاج آخر، إن العائلة الحاكمة التي صورت بتلك الهالة والهيبة التي كنا نسمعها تبين أنها هراء، أنها لا تستحق ذلك الاحترام وذلك التقدير، وأنهم كتلة من الجبناء والمترددين والخائفين. هل مثل هذه الإجراءات من الممكن أن تكون تعبيد الطريق أكثر لوصول محمد بن سلمان إلى عرش المملكة، أم أن هذا الأمر محسوم خارجيا وليس داخليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وآخرين؟ الجواب من شقين، أما في الداخل شكليا نعم، يعني آخر عقبة من الناحية القوة العسكرية آخر عقبة هو فهد بن تركي، هو الوحيد الذي لديه قوة عسكرية تحت سلطته يمكن أن يعمل شيء من الناحية العسكرية، ولكن في نظام مثل نظام المملكة الذي فيه تركيبة اجتماعية خاصة وهيبة خاصة لا تحتاج إلى قوة عسكرية. يعني كما قلت قبل قليل، يعني لو اجتمع 5 أو 10 من آل سعود وأعلنوا التمرد على محمد بن سلمان لا أحدث ذلك زلزالا في البلد أدى إلى سقوطه، ولو واحد منهم قبل أن يسجن أحمد بن عبد العزيز لو أعلن أو حتى لو سرب بيانا وهو في السجن لسقط محمد بن سلمان بسبب تراكم الحقد على محمد بن سلمان، وناس يريدون فقط كسر الحاجز. هذا على الداخل. على مستوى الخارج، أمريكا الدولة العميقة، CIA والمجلس الأمن القومي والوزارة الخارجية لا تريد محمد بن سلمان، وتعتبره خطر، تعتبره خطر على الأمن القومي الأمريكي، وأنه قد ورطها في إشكالات سيكون لها تداعيات خطيرة مستقبليا. ولكن ترامب لاستفادة شخصية منه هو وكوشنر، استفادة شخصية مباشرة، يعني استفادة للجيب، يعني رشوة شخصية، متشبث محمد بن سلمان ويحميه ومستعد أن يوصله إلى الحكم، لكن هنا يعني يتردد أن محمد بن سلمان يقول نعم الآن تريدونني أطبع، أنا مستعد، اضمنوا لي أن تؤدبوا العائلة الحاكمة إذا أعلنت الملك أو السلطة. والترامب يقول لا بأس، ما عندنا مانع، بس اعلن التطبيع ثم نرفعك إلى الملك. لا أدري هل حسم هذا الجدل، لكن الرجل لم يعلن التطبيع ولم حتى يرسل وفد رفيع المستوى إلى الإمارات لاستقبال كوشنر. يعني إيه، ولكنه خلف الكواليس هو المتحمس أكثر من ابن زايد، حتى تسربت اليوم معلومة في إحدى الصحف المختصة استخباريا أنه هو الذي دفع ابن زايد لأن يبادر. نعم. وقال له أنا سأكون خلفك. نعم، الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح كنت معي عبر سكايب من لندن، أشكرك شكرا جزيلا. بالطبع مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم على طيب متابعتكم للمسائية، سألتقيكم غدا بإذن الله في مسائية جديدة، فإلى اللقاء.